السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة جعل الآيفون راوتر. بسم الله نبدأ. نخش على برنامج ستوديو. نروح للسورس. نضيف السورس اللي هو ILOVE شرطة apple.com سلاش. نضيف المصدر. بس انا مضيفه هي لاك مرة حظيها مرة ثانية. زي ما انتم شايفين هذا السورس. بعد ما نضيف السورس تروحون للسيرش تكتبون بي دي اي ني بدنت. ابحثوا عن الأداة اللي فيها قلب لأنها من نفس السورس زي ما انتم شايفين هنا. معلومات المصدر ilove.apple.com من نفس السورس. طيب انا مضيف الأداة فطالع تعديل ما طلع لي تثبيت. سوي تثبيت انستل وثبت الأداة. بعد ما تثبت الأداة حتلاقي هذا حتلاقي الأداة تحملت عندك هذه. طيب أول ما تفتحون برنامج حتلاقوه نفس كذا. تفتحون واي فاي هوت سبوت. حتلاقي هنا DSSID اسم الراوتر حقك اللي انت تبي تحطه. انا حط دحوم دوت كينج. هنا الباسورد حاب تخليه بدون باسورد. ما دام الصح هذه موجوده ادر ان يعني بامكانك تحط باسورد. يعني تخليه كذا بدون باسورد يمشي الحال. تحط باسورد 3 حروف ما يمشي، 4 حروف، 5 حروف ما يمشي، لازم 8 حروف زي اللي انتم شايفينه هنا من 8 إلى 16 حرف. طيب خلنا نحط باسورد. ولا حتلاقوا هنا هذا. طبعا راح تسألوني ايش فايدة هذا. اذا انت حاب لي تصل بشبكتك ما تصل لدقيقة واحدة او دقيقتين او 5 دقائق او 10 دقائق او ساعة او مفتوح للنت. هذه الراوتر هذا بفيدك اذا انت مع اخوياك جالسين وانت شريحتك مفتوحة. راح يفيدك قوة تفلونه. زي ما انتم شايفين هنا اسم الشبكة للراوتر حقي. هنا الباسورد. طيب وهنا التايم اوت اللي هو اللي تصب شبكتك متى يطلع منها. نيفر يعني متاح لك. طيب بعد ما تسوون هذا كله تذهبون على الاعدادات او تروحون على الاعدادات تروحون الواي فاي. انا طبعا لاني مسوي لكم الشرح من نفس الجهاز المركب عليه الاداة ما تطلع لك الشبكة هنا. ما يطلع لك الراوتر لانك انت راوتر. كيف يطلع لك؟ حتلاقي مثلا خويك اللي جنبك بيلاقي شبكتك اللي dahom.king او اللي الشبكة اللي انت حاطها. انا من لاني انا الراوتر فاذاك ما تطلع لي الشبكه. ممكن الحين انت متصل او انك تستخدم الراوتر في الوايرلس. يعني تخلي النت عندكم ما يلقط الا يعني بعيد الغرفه حقتك. تحط لك الايفون يقربه من عند النت كذا يقوي لك النت. هذا يدعم الوايرلس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسون يا أخوكم دحوم زيرو كينج، لايك سبسكرايب، ادعموني بالكومنت وبسلامتكم.